أهلا بكم، أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين. أهلا بحضراتكم معانا من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. معانا حلقة جديدة النهاردة وبنستكمل ما يحدث في العالم وخاصة منطقتنا العربية والإفريقية من تغيرات في المناخ. وكما حذرنا من قبل أن التغير المناخي في هذا العام اعتبارا من 2023 حتى 2027 سنشاهد كل الظواهر التي لم نشاهدها من قبل. كمان بنأكد يا جماعة على أن من صيف 2023 حتى صيف 2027 ستعلو درجات الحرارة لأرقام لم تسجل في التاريخ حتى الآن، يعني في درجات حرارة هتبقى لم تسجل في أي مناطق حتى الآن، ما نعرفش في أي دول حتى الآن مفيش بالتحديد، ولكن المعروف من كل خبراء الأرصاد ومن منظمة المناخ العالمية بتحذر من أن هتيجي درجات حرارة لم يشهدها التاريخ في صيف من 2023 حتى صيف 27 2027. فربنا هو وحده اللي يعني قادر انه ينقذنا من هذا يعني اللهيب، لان درجات الحرارة العالية هتأثر في الماشية، هتأثر في الجفاف، هتأثر في النبات والزرع، هتأثر حتى في الاسماك. فربنا وحده هو القادر ان ينقذنا من هذا المصير. عندنا بقى زي ما حذرنا من يومين ثلاثة في فيديوهاتنا وحذرنا المنطقة المغاربية وإخواتنا وأحبائنا في الجزائر وتونس والمغرب، وقلنا خلي بالكم يا جماعة، وفي السعودية كمان وفي الأردن خلي بالكم من اليوم اللي هو احنا بنكلمكم اليوم 31/5 اللي هو يوم الأربعاء 31 مايو 2023، وقلنا يا جماعة خلي بالكم هيبقى في أمطار غزيرة وسيول وفيضانات وبرق ورعد وأمطار رعدية. فطبعا احنا شايفين ان في الجزائر وتونس فيها كميات أمطار غير عادية، وعندنا تحذير تاني مهم جدا للجزائر وتونس. فخلينا نشوف ونشوف ايه هي سقوط كتل النار والعفاريت الحمراء، يعني ايه الكتل النار والعفاريت الحمراء في دول عربية. فخلينا نشوف التفاصيل معانا. وقبل ما نبدأ دايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها، واللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، ما تخليش حاجة توقفك عن كتابة هذا الدعاء. احنا بنحتاج ان احنا نلتجئ الى الله في ظل هذه الظروف الغريبة. كمان يا جماعة ما تنسوش عمل الاعجاب واللايك للفيديو مهم جدا، ولو ياريت عملته دلوقتي هكون شاكر لحضرتك مقدما عشان نركز في اللي جاي. وتشارك الفيديوهات، تحذر اخواتك، تحذر اصدقائك، فياريت تعمل مشاركة بالفيديو، ياريت تعمل نشر للفيديو، ياريت تعمل شير للفيديو حتى يصل التحذير الى الجميع. واي حد جديد معانا يا جماعة عايز يوصله كل جديد على مدار ال 24 ساعة في كل ثانية وكل لحظة، ياريت تشارك في القناة، هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب ليصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. يلا بينا نشوف اول خبر معانا بيقول ايه. هنا قلنا يا جماعة علشان المصداقية، لو في اليوتيوب كتبت في البحث كلمة فادي فكري، فادي فكري، وجبت البحث وهيجي لك قناة سر للغاية فادي فكري هتظهر لك فوق هنا وعلامتها عارفينها كلنا، فهندوس عليها. انا عايز بس أأكد لكم ان تحذيراتنا دايما تيجي
في ميعادها وقبل ما تحدث، وده مش بنحذر إلا عن طريق جهات علمية بحتة. هتظهر لك هذه الشاشة، هتدوس على كلمة فيديو اللي موجودة دي، او بالعربي هتبقى مكتوب عليها فيديو برضو او الفيديوهات، هتدوس عليها حضرتك هيجي لك اخر فيديوهات احنا عملناها. وياريت تشوف كمان وتتابع الفيديوهات اللي حضرتك ما شفتهاش قبل كده. عندنا هذا الفيديو اللي احنا جبناه وقلنا تحذير من يوم الاربعاء، لو حضرتك شايف الشاشة معانا كده اعتقد باينه، ايه معلش، كنا بنحذر من يوم الاربعاء 31 مايو اللي هو اليوم عن العواصف الرعدية، وكمان في فيديو التخطيط لعمليات ارهابية داخل اربع دول عربية واستعدوا لاحداث كبرى. ياريت يا جماعة تشوفوا الفيديوهات دي، فيديوهات كتيرة جدا ومهمة جدا، ويمكن ما بتوصلش لحضراتكم في الاشعارات، فياريت تشوفوها. ولكن هنا احنا حذرنا من كام يوم على يوم الاربع، وهتلاقوا اليوم فعلا في عواصف وفي برق وفي امطار غزيرة في الجزائر وتونس وبعض الدول المغاربية. معانا بقى قبل ما نبدأ برضو العفاريت الحمراء والكتل الحمراء اللي نزلت، بنحذر بس اخواتنا واحبائنا في الجزائر، عاجل وانذار من شهاب بريس، انذار عاجل للارصاد الجوية يحذر من امطار فيضانية وهذه الولايات والمناطق المعنية. ده في الجزائر يا جماعة، التحذير جه يوم 30 مايو الثلاثاء مساء بالليل، فخلي بالكم تاني في الجزائر. ونقرأ، نبهت مصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية الثلاثاء في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد عبر العديد من الولايات الوسطى الداخلية والشرقية إلى غاية مساء الأربع اللي هو اليوم، وإحنا بنأكد إن كمان بعد بكرة بعد غد هيبقى برضو في يعني ظروف قاسية في الأمطار والطقس، فخلي بالكم من بعد غد اللي هو غد الخميس يعني من يوم الجمعة القادم برضو بنحذر، يعني لغاية مساء اليوم الأربع هتبقى فيه، وبعد غد برضو هيبقى فيه نفس الطقس السيء. وحسب تنبيه من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بالنشرية هي الجزائر، بومرداس، البليدة، سوق أهراس، تيبازة، غرداية، الأغواط، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي، وزو، قسطانية، جيجل، عين الدفلي، المدية، البويرة، أم البواقي، تبسة، بتنا، الجلفة، البيض، خنشلة. طبعا انا اسف ممكن اكون يا جماعة بقرا الاسماء خطأ لاني ما قلتهاش قبل كده او ما شفتش هذه الدول قبل كده، فاعذروني في نطق الاسماء، ولكن هذا تحذير لاخواتنا في الجزائر، امطار فيضانية قادمة اليوم وبعد غد فخلي بالكم. وهكذا نفس التحذير هيكون لتونس وبعض اجزاء من الجزائر والمملكة العربية السعودية. عندنا بقى ظاهرة غريبة ظهرت بهذا الشكل، او هنا دي في انسايدر، او قبل ما نخش على انسايدر نجيب هنا في روسيا اليوم، العفاريت الحمراء فلكي يرصد ظاهرة نادرة وغامضة تتوهج فوق صحراء أتاكاما في تشيلي. ده كان في تشيلي، وفي أمريكا حصل نفس القصة، الشهب أو البرق اللي عامل زي شكل العفاريت ولونها أحمر بطريقة غير عادية. هذه الظواهر ما كانتش بتحدث في منطقتنا العربية أبدا، ولكن عايزين نجيب لكم ليها بعض الصور وبعدين نفهم ايه اللي حصل. ده حصل في المنطقة المغاربية وهي شكلها كده، صور مذهلة. طبعا دي ترجمة
من الإنجليزية للعربية في جريدة إنسايدر، ولكن طبعا الترجمة بتاعتها مش جاية بالعربي بالضبط، ولكن احنا نشوف الصور الأول. هذه هي الظاهرة أو الصور، صور بأشكال حمراء في الناس أطلقوا عليها وبقت اسمها في العالم كده العفاريت الحمراء أو البرق الأحمر او عفاريت البرق، يعني تلات اسامي وهنجيب لكم الاسامي في كل حتة. وهذه شكلها. طب لو شفنا شكلها في كل الصور اللي اتصورته هنلاقيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو دخلت كده على جوجل في الصور وكتبت البرق الاحمر او العفاريت الحمراء هتظهر لك بهذه المناظر اللي انت شايفها كلها. كل هذه الصور هي صور لظاهرة العفاريت الحمراء او البرق الاحمر. اللي حصل ان ما كانش بيحصل في المنطقة العربية هذه الظاهرة، ولكن في العواصف اللي جت على الجزائر وعلى المغرب وتونس اليومين دولت بعض الأشخاص التقطوا مع البرق اللي كان بيضرب في السماء هذه الظاهرة وهذه الصور الغريبة للعفاريت الحمراء وكده. وابتدوا في ناس تحط بقى كلام وتربطه يعني اساطير، واصل طالما ظهر كده يبقى في حاجة خطر هتحصل، يبقى في لا هو اللي حاصل خطر التغير المناخي. التغير المناخي اللي حاصل يعني احنا مثلا في مصر الان اليوم الحرارة هتوصل 44 درجة مع ان كانت من يومين 29 او حاجة. فبصوا من 29 او 30 ل 44 درجة اليوم، وانا بكلمكم دلوقتي الحرارة 42 وهتصل ل 44 درجة، وفي منطقة اخرى عبارة عن امطار وبرق ورعد، وفي نفس المنطقة العربية في نفس شمال افريقيا. فالقصة ان التغير المناخي الان ليس له اي مقدمات، محدش عارف ايه اللي هيحصل بكرة وبعده، وحتى خبراء الطقس وخبراء المناخ مش فاهمين التغير المناخي الغريب اللي بيحدث. غير ان في دلوقتي علماء بيقولوا ان في طبقات الجو العليا بتحدث اشياء غريبة في المجال الكهرومغناطيسي للأرض وفي مجال الأرض. فهنا نقرأ ايه هي اللي شافوها او صوروها في الجزائر وفي المغرب وفي تونس في طبقات الجو العليا، وبعض الناس فقط اللي عرفوا يصوروا ده. يعني في واحد هيطلع دلوقتي من الجزائر وما عندناش الكلام، انا بقول لك دي ظاهرة بتيجي بطبقات الجو العليا ومش اي حد يعرف يلتقط هذه الصور. ولكن نقرأ عنها هي عبارة عن ايه. هنا بيقول لك تمكن فلكي من التقاط ظاهرة نادرة وغامضة تحدث في الغلاف الجوي، كان ده في تشيلي في الأيام القليلة الماضية، وتعرف هذه الظاهرة باسم العفاريت الحمراء، أدي اسمها عشان احنا مش مخترعينه، أو عفاريت البرق، وهي شكل نادر من البرق يظهر على شكل خطوط حمراء فوق سحب العاصفة، ووقع رصد ظاهرة غير العادية فوق صحراء أتاكاما من قبل الفلكي فلان في مرصد كذا. وهنا بعض الصور لو انتوا شايفين الحاجات الحمراء اللي هناك دي كانت نازلة من السماء والناس اطلقوا عليها ان دي عفاريت حمراء نازلة على الصحراء من السماء، ولكن لقوا ان الظاهرة دي متكررة في بعض الدول. والعفاريت الحمراء عبارة عن تصريفات كهربائية واسعة النطاق يمكن ان تحدث عاليا فوق غيوم العواصف الرعدية، عادة على ارتفاع نحو 50 الى 90 كيلومتر، في حين ان السبب الدقيق للظاهرة غير معروف، إلا إنها يعتقد إنها مرتبطة بتفريغ البرق الإيجابي بين باطن الأرض والأرض. ووقع توثيق العفاريت الحمراء خلال الصور لأول مرة عن طريق الصدفة من قبل باحثين في جامعة مينيسوتا في عام 1989.
ومن ذلك الحين وقع رصدها في صور مأخوذة من الأرض والجو وحتى من محطة الفضاء الدولية، كما أن البعض ألقى باللوم عليها في الحوادث التي لا يمكن تفسيرها والتي ضربت مركبات على ارتفاعات عالية تعمل فوق العواصف الرعدية. وفي إحدى هذه الحوادث على سبيل المثال أطلق بالون كذا التابع لوكالة ناسا حمولته بشكل غير متوقع فوق كذا وخلص التحقيق. المهم ان هم ربطوها يا جماعة، ليه الناس بتقول انها لما بتظهر بتيجي بعديها حوادث وكوارث وكلام من ده، وربنا يحمي الجزائر والمغرب وتونس وكل الدول العربية وكل الوطن العربي ان شاء الله. ساعات علشان حدث ان لما كان حد بيصورها بتيجي بعديها بعد هذه الظاهرة بعض الحوادث الغريبة اللي ملهاش تفسير علمي، فربطوا فيها بقى بالأساطير والحكايات إن دي بسبب العفاريت الحمراء، وهي لما بتيجي تظهر يعني بتدي إنذار إن في حاجة هتحصل في الأرض. ولكن طبعا ربنا حامي هذه الدول ومفيش حاجة علمية بتأكد الكلام ده، وتفسيرها العلمي إن هو شحنات كهربائية. احنا عارفين زي البرق ما بيحصل من شحنات كهربائية سالبة وموجبة، فهو نوع من أنواع البرق اللي بيجي ناتج عن الشحنات القادمة من الأرض مع الشحنات الموجودة في الغلاف الجوي بتعمل هذا المنظر من الشكل الأحمر اللي عامل زي شكل العفاريت. ولكن زي ما انتم شايفين أشكالها غريبة وتجمعاتها غريبة جدا، والله هو وحده الأعلى والأعلم عن هذه الظاهرة. ولكن كل اللي احنا بنقوله هنلاقي أشكال وظواهر غريبة هتبدأ تحدث في العالم بسبب هذا التغير المناخي الغريب، وربنا تاني قادر أن يخرجنا من هذه التجارب الفظيعة. وبنحذر تاني إخواتنا في الجزائر وتونس والمغرب والسعودية والأردن من العواصف الرعدية والأمطار الفيضانية القادمة في اليومين دولت. في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي إلا شكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة. بفكركم تاني يا جماعة بعمل الإعجاب واللايك للفيديو، انشر الفيديو، شارك الفيديو، اعمل شير للفيديو، حذر الناس من اليوم وبعد غد من الأمطار الرعدية القوية والفيضانات القادمة، وربنا يحميكم ويحمي حضراتكم ويحمينا جميعا إن شاء الله. ودايما نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم نستودعك الأرض ومن عليها. ما تنسوش الاعجاب واللايك للفيديو تاني، ما تنسوش نشر الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. انتظروني في الفيديوهات القادمة. اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع.